مساء الخير. بداية أخبارنا مع ميزة يمكن ما كنتوا عارفين إنها موجودة بالأبليكيشن يلي بتستعملوها أكتر شي خلال النهار. هالميزة بتكشف بيانات مفصلة عن أكتر شخص بتحكوا معه عبر الواتساب، وكل مستخدم آيفون أو أندرويد بيقدر بخطوات بسيطة جداً يعرف عدد الرسائل وعدد الصور الفيديوز أو حتى الجيفز يلي بيتبادلها مع أصدقائه. على الايفون بتفوتوا على السيتنجز داتا اند ستورج يوزج وستورج يوزج لحتى تبين قائمه اسماء الاشخاص او الجروبس بالتسلسل. اما لمستخدمي اندرويد فعليكم انه تفوتوا كمان على السيتنجز تشات تشات هيستوري وايميل تشات لحتى تبين هالقائمه عندكم. ننتقل لاختراع ايضا حبينا نخبركم عنه، وهو لباس داخلي ضد الاغتصاب. هاللباس النسائي يلي اخترع بألمانيا معمول من أقمشة ما بتمغط أو بتتخزق أو بتنقص، هو بيتقفل وبس الامرأة يلي لابسته بتقدر تفكه، بالإضافة لألارم بيشتغل لما يصير في محاولة خلع بالقوة. هاللباس انعمل بهدف تخفيف عدد عمليات الاغتصاب يلي عم بيشهدها العالم يوميا، فبهالطريقة بتقدر الامرأة انها تتجول وين ما بدها وساعت يلي بدها وتوصل بسلامة على بيتها. على السوشيال ميديا كتار لقوا هالفكرة جيدة ومؤسفة، وغيرهم قال انه لازم ينشغل على توقيف الاغتصاب بدل حبس حرية المرأة. وآخر أخبارنا مع فيديو مضحك من إندونيسيا انتشر حول العالم لامرأة ما عم تقدر تطلع من مطرح ما صافي درجتها النارية بعد عدة محاولات فاشلة. هالفيديو حصل على أكثر من 4 مليون مشاهدة وتشير أكثر من 10,000 مرة لهلأ. منشوف الفيديو سوا. منكون وصلنا لنهاية أخبارنا يلي فيكن تتابعون على صفحة ترندز على الفيسبوك، وفيكن تتابعوني على صفحاتي على فيسبوك إنستغرام وتويتر. لاقونا بكرة بنشرة جديدة.